ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم فيديو جديد من جيم وهو اسطوري. يلا بينا نلعب لعبة بلوك كرافت 3D. بصوا انتم هتلاقوا المكان اللي كان فيه البيضة دي معلقة صغيرة، لان انا رحت المكان التاني غير المكان اللي انا ببتدي فيه. يعني اول ما بحمل اللعبة زي ما انتوا عارفين دوست من غير ما اقصد على الكلمة اللي فوق دي، وفجأة رحت للمكان الاول، وبعدها قعدت ادور على مكان تاني لحد ما لقيت مكان كويس غيره وخلاص. بقى انا رحت المكان تاني غير التمثال، انا حافظ مكان التمثال. بعمل ببطء علشان ما اتلخبطش. الله، ده انا سريع اوي اوي، مش كده؟ عجبتكم سرعتي اكتبولي في التعليقات، والبيت ده شكله هياخد مني سنة. انا حذفت صورة التمثال. عشان مش عاجبني حطيت الا صورة واحدة هي الارض. ده ايه السرعة دي؟ هقول لكم ازاي بعمل بالسرعة سريع كده. البيت الضخم ده، وببني البيت على شكل البحيرة. ايه ده؟ ايه ده؟ صح، دي اهم حاجة، دي اهم حاجة. اللعبة دي فيها بوابة نظر. هنا اللعبة دي فيها بوابة نظر، اللي يعرف يكتب لي في التعليقات. انا بسكت علشان صوتي مش هيبان وانا ببني، لان صوت البني اعلى من صوتي، فانتوا مش هتسمعوني، ولما بتكلم بوقف بني. يوب، ايه ده؟ ده ناقص نصه. بصوا نصه ولا اكتر. عايز اشوف الخريطة. واو واو، لا شكله جامد قوي. واو، انا بتشجع. اللي انا حاسس ان انا بقيت بتشجع. عارفين لو انا بنيت كده، يعني مش سبت الحته، يعني لو انا ما سبتش الحته دي وبنيتها دي، لما ابنيها كده يعني، فاهمين؟ دي هتاخد مني ضعفينها، كأني بنيت البيت ده مرتين. بصوا يعني كده، وبعديها كده هياخد مني، كأني بنيت مرتين، ياخد مني ضعفها. لحق يا ابني كمل دي. هياخد منكم ساعتين. البيت ده كده، بصوا انا هوقف المسجل، ولما اخلصه خالص هشغل المسجل تاني عشان ما اطولش معاكم. ماشي، وادي المكان بعد ما كمل، هو ناقص اتنين بس.
بس مش دلوقتي. خلصت دي، ادي ناقص اخر واحده. عارفين ازاي بعمل السرعه دي؟ دي سر هقول لكم. ايوه كده خلصته اخيرا. اللي انا بعمل بالصباعين بدي عليهم هما الاثنين. جيب دي في الاساس وعمل ايه؟ اعمل حاجه حلوه. اصح عايز اشوف الخريطه بجد. جامد جامد. بصوا السطح بس بنفسه يعني هياخد مني ساعة، هياخد مني ساعة كاملة. عارفين ساعة وانا اعمله سريع. ايه ده؟ انتوا لاحظتوا ازاي عملت؟ لو دي كملتها بصوا بس ازاي عملت الاربعه دول بالسرعه دي. ايوه كده. انا بفكر في حاجه. انا عارفين عارفين انا ليه بعمل ده؟ عشان الدنيا ظلمة. انا مش كل مرة اقعد اغلط. كم مرة يعني؟ تخيلوا بقى البيت ده بكام بلوكة. تخيلوا بس كام بلوكة. بتمنى اعرف بكام بلوكة. انا مش هقعد اعد واوجع دماغي. وعارفين هقعد سنة علشان اعمل البيت ده، لان انا مش هقدر اعمل بسرعة. هقعد اعمل بطيء واعد عشان مش بعرف اعد بسرعة. قربت اخلصه. قربت يا ربي. تبقى حاجة حلوة اوي. الارض اسهل من السقف. اسهل من السقف. اسهل من السقف. من السقف بكتير. كتير اوي. اوي. هعمل كده علشان ما اقعش. بصوا انا هكمل السطح بس وارجع لكم مرة تانية علشان ما اطولش عليكم. باي باي. هكمل. اول ما اكمل ده هفتح المسجل مرة تانية. ماشي. ودي البيت بعد ما اكتمل. ايه رأيكم؟ ده شكله تحفة. عايز اشوف في الخريطة. واو. لا بجد جامد. ما اقدرش اقول عليه وحش. بص انا عايز اعمل فيه شوية تعديلات كده. بصوا هدف دي. احطها في حته واحده بعديها هنا وهنا. لو بقت بثلاثه يبقى شكلها مضحك.
هتبقى ملخبطة ومضحكة في نفس الوقت. بس انا عايز احط هنا حاجة، عايز احط تصوير كده نجربه هيطلع حلو ولا لا. لا مش دي، دي ايوه دي. يلا كده شكله حلو. مجربتش انا اعمل السرير قبل كده ولا مرة اصلا، قلت اجرب اعمله. عايز اشيل دي، بصوا هعمل ايه، ترابيزة كده 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 كده. ممكن احط دي كده، ايه ده انا عمال اطلعها كده كده. بس شكله بجد جامد جامد. بس انا مش عايزة اعمل نفسها نفس شكل خشب السيفة. لا لا لا، وحشة وحشة خالص. الغامقة احلى. واو لا بجد فظيع. نعمل بقى كده 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 علشان بس اعمل الازاز. شكله حلو حلو قوي. ايه ده؟ لا ايوه كده. واو بس الحتة دي حاسس انها مغيراها وخليها حلو كده تحفة. كويسة. مش عايزة اعمل بقى حاجة، هعمل شباك فوق السرير دي بقى. ايه ده؟ كمان ازاز ايوه حلو قوي كده، حلو قوي. ماشي حطيت الورد وانا عامل الازاز زي ما انتوا عارفين علشان الضلمه. بصوا مش مضلم خالص، مش محتاجة احط شمع ولا زهق. خلاص كملته انتهى. بصوا بقى استنوني في الفيديو الجاي علشان بصوا انا هبني بيت هنا هنا في الشكل ده. عايز اعمل حاجة بس كده في الارض دي، لانها الارض دي عاملة حاجة وحشة. انا بمشي ازاي كده؟ عايز امشي عدل. ايه ده انا بمشي بالمقلوب. طب انا عايزه اروح هنا، مش عايزه اخلص بتاعي دي. هحط قدام البيت ده شجره. شجره شكلها حلو قوي. مش مشكله اضبط، تاخد مني سنة علشان اكسر كل الارض دي، علشان الارض دي سد البحيرة اللي انا وصلها لهناك. نسيبه بص انا احط الشجرة. الله من اللي بيمشي ده بطيء قوي كده ليه؟ بطيء قوي.
اعمل كده 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 وبعديها انا حاسس ان انا نسيت حاجة لازم ادخل الحيطة بتاعت البيت. ايوه كده كده مظبوطة خالص تمام. ايوه كده استنوني في الفيديو ده عشان انا هعمل بيت برضو عن البحيرة الصغيرة دي. هعمل بيت صغنون كده على قد البحيرة دي. البيت ده ضخم. لو عجبكم اكتبوا لي في التعليقات لو عجبكم. ماشي يلا انا هقف لحد هنا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد مني. سلام.